شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. حيث إن هذه الأيام تتعلق بسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وحيث أن هذه الصديقة تمثل المحور في نظام الإمامة الإلهية، وحيث أن هذه الصديقة هي أول شهيدة في سبيل الإمامة المعصومة، لذلك وبعون الله سبحانه وتعالى نبدأ من هذا اليوم سلسلة من الأحاديث حول نظام الإمامة وبعض الأمور التي تتعلق بنظام الإمامة. ولكن قبل ذلك أشير إلى ملاحظة عابرة، وهذه الملاحظة هي أن العقيدة تمثل الإطار الأعظم لحياة الإنسان. العقيدة ليست شيئاً هامشياً، وإنما هي تمثل الإطار لحياة الإنسان، والإطار يحدد للإنسان كل مفردات حياته اليومية. الإطار يحدد جميع هذه المفردات،
يعني عبادات الإنسان تتحدد في إطار العقيدة، عقود الإنسان تتحدد في إطار العقيدة، إيقاعات الإنسان تتحدد في إطار العقيدة، أحكام الإنسان تتحدد في إطار العقيدة. العقيدة مو شيء نظري قد نؤمن به وقد لا نؤمن به، وإذا آمنا به فهو في معزل عن حياتنا. لا، العقيدة تتدخل في كل جزئية من جزئيات حياتنا اليومية. العقيدة لها هذا المقام، العقيدة تمثل الموجه لحياة الإنسان. كان واحد ابتلاه الله بالزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ابتلي بالزيغ والعياذ بالله. كان يقول أنه لا مذاهب بعد اليوم. شنو قضية المذاهب؟ إيجاد هذا الاختلاف في هذه الأمة الواحدة، إيجاد هذه الفتن في هذه الأمة. أحياناً بعض الخطباء عندما يتعرضون لمواضيع عقائدية يمكن واحد يجي يقول لهم أنه ما هذه البحوث، لا مذاهب بعد اليوم. فأذن المؤذن، المؤذن قال الله أكبر. سأله ذلك الشخص: الآن كيف تصلي؟ الآن تريد أن تتوضأ، كيف تتوضأ؟ تتوضأ على هذا النحو من الأصابع إلى المرفق، أو تتوضأ من المرفق إلى رؤوس الأصابع؟ شلون تتوضأ؟ هل تغسل رجليك في حالة الوضوء أو تمسح رجليك؟ هل تمسح على الخف أو تمسح على بشرة الرجلين؟ كيف نتوضأ؟ هذا ما يتعلق بالعقيدة، هذا ما يتعلق بالمذهب، هذا ما يتعلق بنظام الإمامة. شنو معنى لا مذاهب بعد اليوم؟ الوحدة السياسية شيء في مقابل العدو المشترك، ذاك بحث آخر. البحث العقائدي لا يرتبط بالوحدة السياسية في مقابل العدو المشترك، ذاك بحث وهذا بحث. لا يحق لأحد أن يحجر على ذهن إنسان وعلى عقل إنسان. إحنا نجمد عقولنا، ليش الله أعطانا العقول؟ الله ليش ينقل قضية آدم وحواء والشيطان وهابيل وقابيل؟ راحوا ماتوا، ليش؟ كل يوم تقرأ قضية قابيل وهابيل، قال لأقتلنك، قضية قتل قبل ألوف الأعوام انتهى. لا، التاريخ موجه، التاريخ يوجه الحاضر، التاريخ يصنع المستقبل. عندما تريد تصلي تقول بسم الله الرحمن، لو ما تقول بسم الله الرحمن تجهر في البسملة أو تخفت، تسبل يديك أو تتكتف في حالة الصلاة. هذه كلها فروع العقيدة. تسجد على التربة أو تسجد على السجاد، تطوف طواف النساء في الحج أو لا تطوف طواف النساء في الحج، تفطر في شهر رمضان مع الغروب أو مع المغرب. شنو معنى لا مذاهب بعد اليوم؟ ما معنى هذه الكلمة؟ المذهب يتعلق بوضوئك،
ويتعلق بصلاتك ويتعلق بصيامك ويتعلق بحجك ويتعلق ببيعك وشرائك ويتعلق بالطلاق والخلع والإيلاء والمباراة والإرث من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات. هذه هيمنة المذهب، هذه هيمنة العقيدة. من أول ما تفتح كتاب الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم، الماء إما مطلق أو مضاف، إلى آخر حكم في كتاب الديات. المذهب يوجه، المذهب يهيمن، المذهب يؤطر. فمن الضروري أن تطرح هذه المباحث وبوضوح، لأن الحق أحق أن يتبع. إذا واحد عنده تعصب لأشخاص معينين، التعصب للحق أولى أم التعصب للأفراد؟ أيهما أولى؟ الحق أحق أن يتبع. بعد هذه الملاحظة نأتي إلى موضوع الإمامة الإلهية. هنالك ثلاثة أو ثلاث نظريات، وبالأحرى أن نعبر عنها بالفرضيات في موضوع الإمامة الإلهية. النظرية الأولى أو الفرضية الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله اتخذ من قضية الإمامة والولاية موقف الإهمال، موقف اللامبالاة. النبي صلى الله عليه وآله كان يفكر في حدود إطار حياته فقط، يصرف الأمور، أكو شيء يسموه تصريف الأمور، يعني المشاكل الموجودة، القضايا الموجودة واحد يصرفها يتعامل وياها، ولا عليه بالمستقبل. لا يعين لهذه الأمة نظاما للإمامة، ولا يعين لهذه الأمة شخصا للإمامة. يقول أنا ما علي، هذا الموضوع مو داخل في دائرة اختصاصي، الله سبحانه وتعالى أمرني بإبلاغ أحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة، أما قضية الإمامة فمو داخلة في إطار مهمتي. أي شيء الأمة تريد تعمل خل تعمل، أنا ما علي بهذا الموضوع. أن يتخذ النبي صلى الله عليه وآله موقف الإهمال، موقف اللامبالاة من قضية الإمامة، هذا الموقف نطرح إزاءه ثلاثة تساؤلات. التساؤل الأول: هل هذا الموقف
ينسجم مع التصوير القرآني لشخصية النبي صلى الله عليه وآله. هنالك تصوير واضح يحدده القرآن الكريم، مو رواية، لا، آية تحدد بوضوح شخصية النبي صلى الله عليه وآله. الآية تقول، وبعض المفسرين يعتقدون أن هذه الآية والآية التي تلتها هي آخر ما نزل على رسول الله. آخر الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله هاتان الآيتان، وبهاتين الآيتين انتهى الوحي القرآني. الله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة التوبة، لقد جاءكم، الخطاب للمسلمين أو للبشر كافة أو لجميع الكائنات المكلفة. مفسرين طارحين عادة الاحتمالين الأولين، إما خطاب للمسلمين وإما خطاب لكافة البشر، الاحتمال الثالث قد يكون ضعيف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه شخصية النبي صلى الله عليه وآله. تعب، عنتم ما مصدرية، يعني عزيز عليه عنتكم، عنت يعني أذى، يعني تعب، يعني النبي صلى الله عليه وآله يشق عليه مشقتكم وتعبكم، يتألم لألمكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على تقدمكم وعلى رفاهكم وعلى دنياكم وعلى آخرتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لاحظ المقام، الله سبحانه وتعالى يخلع على رسوله صفتين من صفاته ومن أسمائه الحسنى. الرؤوف من الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، الرحيم من الأسماء الحسنى لله تعالى. الله تعالى يخلع هاتين الصفتين على خاتم أنبيائه صلى الله عليه وآله ويقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي مثل أب شفيق، عند شفقة، عند حنان على أولاده، فيترك الأمة ليتقاتلوا ليتحاربوا. ما الذي جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ماذا جرى في ذلك المكان؟ المهاجرين والأنصار اصطدم بعضهم بالبعض الآخر، سعد بن عبادة وطأوه بأقدامهم في ذلك المكان، وقال الثاني اقتلوا سعدا قتله الله. قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، وتحاربوا وتقاتلوا وتنازعوا، والفتن التاريخية راجعوها في كتب التاريخ، ملايين القتلى قتلوا، ملايين الجرحى جرحوا،
ملايين النساء أرملت، ملايين الأطفال أوتموا لإهمال هذه القضية، لأن نظام الإمامة صار في هذا المنحى، في هذا المنحنى. النبي يقول أنا ما علي، مو مهم. هذا هو الحرص. معقول هذا من شخصية النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا رؤوف الرحيم، هذا عزيز عليه ما عنتم. أولا هذا الموقف لا ينسجم مع التصوير القرآني لشخصية النبي صلى الله عليه وآله. ثانيا هذا الموقف لا ينسجم مع الواقعية التاريخية التي عكسها التاريخ عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله اللي كان يهتم بأدق الجزئيات في حياة المسلمين، أدق الجزئيات، رحمة للعالمين. يشوف واحد شاب يقول له متزوج أو ما متزوج، مثل أب شلون يتعامل ويا ابنه، الأب الرحيم اللي يهتم بابنه، مو قائد من القادة مثل القادة اللي موجودين في عالم اليوم غالبا، ما عليه، لا مهتم، هذا ابنه، هذه بنته. شعيب قال هؤلاء بناتي، يعني يجعل بنات القرية بناته، مو عنده بنت وبنت الآخرين، لا، هؤلاء أبناؤه، هؤلاء بناته. النبي صلى الله عليه وآله هالشكل كان يتعامل، متزوج لو لا؟ ليش ما متزوج؟ ما عندك مال؟ تعال عندي في موسم جذاذ التمر حتى أعطيك المال، أو خذ بعيري هذا وتزوج بثمنه. في هذه القضايا الجزئية كان يهتم، في دقائق الأحكام في كتب السنة والشيعة. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله يهتم بدقائق الأحكام، لا فقط بالإنسان وإنما حتى بالحيوان، لا بالحيوان وإنما حتى بالجماد. النبي صلى الله عليه وآله في المسجد، في مسجد المدينة، هذه القضية ذكرها المؤرخون، لاحظوها في البحار وفي غير البحار، كان عندما يخطب في يوم الجمعة، لاحظوا الرأفة ولاحظوا الرحمة، كان يستند إلى جذع ويخطب. الظاهر أنه كان يقف ويخطب. المسلمين، بعض المسلمين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله أنه الناس يحبون يشوفوك، فإذا نصنع لك منبر فيه مراقي الناس أفضل يشوفوك. النبي قال ما يخالف صلى الله عليه وآله. في يوم الجمعة النبي مر على الجذع وتجاوز ذلك الجذع وجاء إلى المنبر وجلس فوق المنبر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا الجذع كان فخره أن رسول الله صلى الله عليه وآله يستند إليه، راح منا هذا الفخر وراحت منا هذه الموهبة، فأخذ الجذع يحن ويئن أنين الثكلى، أخذ يئن
وأخذ المسلمون يئنون لأنينه. النبي صلى الله عليه وآله نزل من المنبر، شوف الرحمة، شوف الشفقة، شوف الحنان، جاء إلى الجذع واحتضن الجذع مثل واحد يحضن ابنه بعد عودته من السفر، واحتضن ذلك الجذع ومسح عليه وقال له: ما تجاوزتك استهانة بك ولا استخفافا بحرمتك، ولكن هذا العمل في مصلحة المسلمين. فهدأ الجذع وسكن. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وآله، هذا جانب من رحمة النبي، جانب من شفقة النبي صلى الله عليه وآله. النبي يترك الأمة 1400 سنة يتقاتلون يتناحرون، يقتل أحدهم الأخ. حتى هذا اليوم، حتى هذا اليوم في بعض البلاد، واحد في المسجد الحرام قال: رأيت شخصا من الشعب الفلاني، قال: أنا قتلت من طائفة ثانية، ما أدري 14 15 أكثر أقل. نبي ميهم هل ينسجم؟ ثانيا، ثالثا، هل ينسجم هذا الموقف مع العقيدة الدينية التي نحملها والتي يعكسها القرآن الكريم في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم؟ هذا مثل واحد عند معمل يجي أو عند شركة يحدد أصغر شيء في هذه الشركة، نظام العمل، بداية العمل، نهاية العمل، الراتب، التقاعد، كل شيء يحدده، القضايا المرضية، ولكن نظام الإدارة في هذه الشركة ما يحدده، يقول: أنا ما علي. هذا نظام كامل؟ هذا اليوم أكملت لكم دينكم؟ أهم قضية في كل مجتمع قضية القيادة وقضية الإمامة. هذا أي دين كامل هو الذي لا يحدد نظام الإمامة ونظام القيادة؟ هذا ثالثا. إذن هذه الفرضية الأولى، فرضية أن النبي صلى الله عليه وآله اتخذ موقف الإهمال واللامبالاة، وكان موقفه موقفا سلبيا لا تنسجم. لا، أولا مع التصوير القرآني لشخصية خاتم الأنبياء محمد. ولا تنسجم ثانيا مع الواقعية التاريخية التي يعكسها لنا التاريخ حول شخصية النبي صلى الله عليه وآله، ولا ينسجم ثالثا مع عقيدتنا وعقيدة كل المسلمين. لا أظن أن مسلم يناقش في هذه القضية أن هذا الدين دين كامل بصريح قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الموقف الثاني، الفرضية الثانية، النظرية الثانية، أن النبي صلى الله عليه وآله حدد لهذه الأمة نظاما لا فردا، نظام، وهو نظام الشورى. كلامنا الشورى في الإمامة المعصومة، مو الشورى في قيادة الفقهاء المراجع، ذاك بحث آخر. كلامنا الآن في الشورى في الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله، في الإمامة مو في الفقهاء.
النبي عين نظام شورى، أي واحد جاءت به الشورى فما في إشكال. طبعا هذه النظرية مو نظرية جديدة، لا، هاي نظرية قديمة كانت مطروحة من قديم. ليش صور واحد أن هاي نظرية جديدة؟ لا، من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله طرحت هذه النظرية، وجاءت في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما يخاطب الأول، يقول: وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم. نظرية الشورى هذه النظرية تحتاج إلى بحث مستوعب، لأن الآن كتاب العامة هواي يطرحون هذه النظرية وبقوة. من قديمة كانت موجودة، بس الآن شوية مأطريها مبلوريها، مسوي لها مقدمة ومؤخرة وكذا، وإلا هي النظرية قديمة وعلماءنا مناقشين هاي النظرية من قديم، فماكو شيء جديد في الموضوع. طرحهم إطاره يختلف، مو أنه واقع يختلف. النظرية الثانية أو الفرضية الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله طرح للأمة نظاما في الإمامة، وهو نظام الشورى. أنا في هذا اليوم بعون الله أكتفي بطرح 3 تساؤلات حول نظام الشورى، ونترك البحث المستوعب حول هذه النظرية إلى وقت آخر. السؤال الأول: هل نجد في تاريخ الرسالات الإلهية نظير، نموذج، مثال واحد في تاريخ قوي أو ضعيف، في تاريخ سني أو شيعي، في أي تاريخ من التواريخ؟ هل نجد في تاريخ الرسالات السماوية أن نبياً من الأنبياء أو وصياً من الأوصياء عينه نظام الشورى؟ أكو نظير؟ قل: ما كنت بدعاً من الرسل، هذا النبي فقط سواه صلى الله عليه وآله. آدم من الذي عينه؟ الله. داود من الذي عينه؟ يا داود إنا، مو الشعب، إنا جعلناك خليفة في الأرض. موسى صلوات الله عليه من عينه؟ هارون من عينه؟ موسى اجى للناس قال انا نبيكم، خو هذا تعيين تنصيب من قبل الله، ولكن من هو خليفتي؟ تعالوا خلينا نسوي شورى لتعيين الخليفه. لا، تعيين. موسى يخاطب الله سبحانه وتعالى: واجعل لي، اجعل انت، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله هو الذي عين. في هذه الآية التي تلوناها: وجعلنا منهم، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في آية أخرى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا.
موسى 40 يوم راد يروح للطور، هاي الصلاة اللي نقراها في ذي الحجة، 40 يوم. جمع الناس هالشكل، أيها الناس أنا 40 يوم أروح، فانتخبوا واحد منكم. أو يقول ما يحتاج 40 يوم، خو هي موشي 40 يوم كله أو 40 ليلة. لاحظوا الآية، وواعدنا موسى 30 ليلة، 30، وأتممناها بعشر. قال للناس أنا أروح 30 يوم أو 30 ليلة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى للناس، تعالوا انتخبوا واحد هالشكل، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، اخلفني أنت الخليفة. أكو هنالك حوار بين الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أكتفي بهذه الملاحظة حول نظام الشورى، ونتطرق إن شاء الله لبقية الملاحظات فيما بعد. الإمام الرضا صلوات الله عليه كان هنالك في زمانه فقيه يقال له ابن رامين، ابن رامين فقيه من فقهاء العامة. قال الإمام الرضا صلوات الله عليه لابن رامين، النبي صلى الله عليه وآله عندما خرج إلى خارج المدينة استخلف عليها أحدا؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وآله كان يطلع إلى سفرة، إلى غزوة، كان يعين الخليفة على المدينة. مدينة بلدة صغيرة في ذاك الوقت، كم يوم النبي صلى الله عليه وآله طالع عين؟ قال الإمام الرضا لابن رامين أنه لما لم يجمع الناس ويقول لهم انتخبوا أحدا، كيفكم فد واحد، أنا دا أطلع أروح إلى غزوة إلى تبوك مثلا، أنتوا انتخبوا واحد. ولم يقل لهم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، لأن يقولون لا تجتمع أمتي على ضلالة، خب إذا أهل المدينة اجتمعوا على واحد أنتوا اجتمعوا على واحد، الحق في موقفكم، لماذا لم يجمعهم ويقول لهم انتخبوا أحدا منكم لأنكم لا تجتمعون على ضلالة؟ فقال ابن رامين، خشي عليهم الفتنة، ذول جماعات سنوات طويلة متحاربين، الأحقاد في القلوب، الإسلام غير ظاهرهم لكن ما غير باطن كلهم، أكو مهاجرين، أكو أنصار، أكو أوس، أكو خزرج، في زمان النبي وأمام النبي أرادوا أن يتقاتلوا، حروب، أحقاد قبلية، ذول قبائل في زمان النبي أمام النبي أرادوا أن يتقاتلوا. راجعوا البخاري في باب غزوة بني المصطلق، أنصاري ويا مهاجر تعاركوا أمام النبي، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فقام الأنصار وقام المهاجرون وأرادوا أن يتقاتلوا أمام النبي صلى الله عليه وآله. هذا في صحيح البخاري الصحيح اللي يسموه الصحيح، يعني هو الحجة بعد كتاب الله، الأحقاد كانت موجودة. قال ابن رامين خشي عليهم الفتنة،
قال الإمام الرضا صلوات الله عليه: خوف هسه إذا صار فتنة بينهم، نزاع بين أوس وخزرج ومهاجرين وأنصار، بعد ما كان يرجع كان يصلح بينهم. مو قال خشي عليهم الفتنة، قال خو النبي يرجع من السرية، من الغزوة، من المعركة، يصلح بينهم. فقال ابن رامين: ذلك أوثق. خو واحد من البداية يمنع أمام النزاع، ليش يخلي يصير النزاع ثم يصلح بينهم؟ من البداية يقول علي بن أبي طالب: هو الخليفة في خلال غيابي عن المدينة، أنا أطلع من المدينة، فلان خليفتي فاسمعوا له. هذا أوثق، ليش يتركهم يتنازعون وتحدث الفتن وتحدث الاضطرابات ثم يصلح بينهم؟ فأخذه الإمام الرضا، مو يعني أخذه بيده، لا، يعني أخذه بالحج. قال: فموته أعظم أم سفره؟ موت أعظم لو سفر؟ النبي سفر كم يوم كان يخشى عليهم الفتنة، ولكن دا يموت ويترك كل شيء ولا يخشى عليهم الفتنة. والنبي قال للناس: أنا دا أموت. في غدير خم شنو قال؟ قال: إني يوشك أن أدعى فأجيب. يعني كان يشعر أنه دا يموت، الوحي أخبره بذلك وصرح بذلك. ففي سفر متواضع يخشى عليهم الفتنة ويعين عليهم واحد، ولا يترك لنظام الشورى مدخلا في القضية، ولكن في سفره النهائي، في غيبته النهائية، يترك الأمة هكذا. هذا معقول؟ هذه هي الملاحظة الأولى حول النظرية الثانية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن شاء الله نتابع هذا البحث في المستقبل بعون الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.